والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نوافيكم كما اعتدنا على ذلك بالحصيلة اليومية لنتائج الترصد الوبائي لداء كوفيد 19 الخاصة ببلادنا ما بين الساعة الرابعة بعد زوال الأمس إلى حدود الساعة الرابعة اليوم الخميس 7 ماي 2020. فخلال هذه 24 ساعة أكدت لنا المختبرات الوطنية التي تقوم وتشرف على التحليلات المخبرية من أجل التأكيد المخبري للحالات المحتمل إصابتها، أكدت لنا المختبرات 140 حالة إضافية، ويصبح بذلك إجمالي الحالات المؤكدة ببلادنا منذ بداية الوباء 5548 حالة مؤكدة. هذه الحالات لازلنا نكتشفها في حالة صحية جد مبكرة أو بدون ما تكون قد ظهرت عليها أعراض المرض، نظرا لأننا نكتشف جلها وبالضبط بنسبة مئوية تصل إلى 81%، نكتشفها في إطار التتبع الصحي للمخالطين. هذه العملية ديال التتبع الصحي للمخالطين التي وللتذكير شملت منذ بداية الوباء ما يفوق 32 ألف مخالط، وإلى حدود يومه لازالت لدينا 9631 حالة ديال المخالط الذين لازالوا تحت المراقبة الطبية. بطبيعة الحال 140 حالة جديدة مؤكدة، بالمقابل تم استبعاد حالات أخرى جراء ظهور النتائج المخبرية أن العينات كانت تخلو من فيروس كورونا المستجد، فاستبعدت هذه الحالات وعددها 3394، ويصبح الإجمالي ديال الحالات المستبعدة منذ بداية الوباء 50944 حالة مستبعدة. التوزيع الجغرافي لم يطرأ عليه أي تغيير، تبقى جهتي دار بيضاء السطات متبوعة بجهة مراكش أسفي هي التي سجلت فيهما ما مجموعه ولا ما نسبته 47% ديال الحالات، متبوعة بجهة طنجة تطوان الحسيمة ثم جهة فاس مكناس وبدرجة أقل جهة درعا تافيلالت وجهة الرباط سلا والقنيطرة، ثم تأتي بعيدا الجهات الأخرى. للإشارة كذلك، وهذا السؤال يطرح علينا مرارا، شن حال والعدد ديال الحالات التي توجد حاليا تحت الإشراف الطبي وتوجد الآن في الوحدات الاستشفائية المخصصة لداء كوفيد 19؟ فالحالات التي لدينا إلى حدود اليوم مجموعها 3186 حالة. بالنسبة للوفيات، الحمد لله اليوم هذا 24 ساعة لم نسجل أي حالة وفاة جراء الإصابة بهذا المرض، ويبقى إذن العدد الإجمالي للوفيات مستقرا في الرقم الذي كنا قد أعلنا عنه وهو 183 حالة، وتنخفض بذلك النسبة المئوية للإماتة التي وصلت اليوم إلى 3.3%. أما بالنسبة لحالات الشفاء فقد سجلنا بحمد الله خلال هذه 24 ساعة تماثل 162 حالة للشفاء التام طبقا للمعايير الصحية والسريرية والمخبرية التي نعتمدها كالمعتاد، ويصبح بذلك العدد الإجمالي للحالات التي شفيت تماما 2179 حالة شفاء منذ بداية هذا الوباء.
وتستمر النسبة المئوية للشفاء في الارتفاع حيث وصلت اليوم إلى 39.3%. إذن كان هذا كل ما يتعلق بالحالة الوبائية لداء كوفيد-19 ببلادنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.